بسم <سلام> الله الرحمن الرحيم <سلام> والصلاه والسلام على رسول الله هذا اللقاء كيجي في, في اطار التفاعل مع الساكنه ديال مدينه سلا اللي كنحاول نوفروا لها واحد الفضاء من اجل النقاش ومن اجل التفاعل ومن اجل التواصل وواحد المجال كذلك للتفكير بشكل جماعي حول القضايا اللي كتهم المواطن السلاوي واهمها كما قلنا هي القضايا القضيه الامنيه كما ياتي في اطار تثمين المجهودات التي يقوم بها يعني الناس ديال الامن الوطني كذلك يقوموا بمجهودات كبيره جدا خصوصا في الشساعة ديال ديال المدينه وفي كثره الاحياء اللي فيها فهذا هو الاطار اللقاء يعني واحد الفضاء من اجل النقاش حول المساله الامنيه بمدينه سلا وشكرا في حضور حاولنا نوجه الدعوة للجماعه الحضريه لسلا كذلك بعض النواب البرلمانيين من مدينه سلا من مختلف الاطياف كذلك الفاعلين الجمعويين وكل مهتم بالقضايا الساكنه بشكل عام والدعوه هي عامه لكل من 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 راى انه مهتم بهذه القضيه و...